سادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم. المهندس محمود خميس بيقلم لنا شجرة أربوسانة النهاردة. النهاردة 25/7/2024، هنسميه تقليم صيفي، هنسميه تربية. تقليم الصيف دي شجرة أربوسانة مزروعة بطريقة الهاي انتنسيف دينستي زي ما قلنا، أو زيتون عالي الكثافة، مزروعة على 1.5 × 4، شايلة محصول، فيها شوية محصول، لكن هو عاوز يخفها علشان يربيها تكون للسنة الجاية إن شاء الله معدل الحصاد الآلي بشكل كويس، ما تخشبش ولا تعوق سير الماكينة. فده ناحية هو عملها، الناحية التانية اهي بيقلم فيها. أيوه أنا شايف الفرخ المائي ده. أيوه حاجات اللي هتلامس الأرض دي انا شايفه كده، يعني ده التقليم المثالي، انه ما جرش قوي على الشجره وعراها ولا حاجه، قائد الوسط هو سارح لفوق، الشجره كده اتظبطت جدا في التوازن الخضري بتاعها. مساله التوبنج دي على اساس ان ده هيكون الفرق بينها وبين الشجره اللي جنبها اللي لسه ما اتربطش. ايه تمام، دي حوشه اربوسانه فقط لا غير، هيدخلوا عليها طبعا عمال التقليم علشان يخلوها كلها في الشتاء، مش هتشيل اكتر من فرع اللي هو ملامس للأرض. اللي هو ده بس اللي هيخشب، او ده اللي هيكون ملامس للارض عشان في طرح دلوقتي. هو لن يعوق الحصاد الالي لانه في اتجاه الخرطوم، لكن هيخشب قوي برضه قريب من الارض، فالمفروض ان هو يبعد شويه عن اللي عن الارض. لا طبعا انا لما شفت الحوشه اللي قبلها اللي هناك دي اللي هروح اصور منها، قلت المهندس محمود ده تقليم جائر وانا زعلان منه، فقال لي نعم انا معاك، وبعدين نزل يقلم تقليم المثال اللي هو شايفه لشجره الزيتون عالي الكثافه. ربط كقائد وسطي زي ما قلت لكم، تعالوا كده شوفوا، هو ده نفس الشجر اربوسانه يتقلم. طبعا انا شايف ان ده تقليم جائر جدا جدا، يعني ما كانش يجب ان احنا نقفل الشجره بهذا الشكل، يعني ما يكونش عندنا الوسواس الخناس اللي يمسك الشجره يهيلها خالص، يشيل مجموعها الخضري. يعني دي الطرحات اللي اتشالت دي اولا كانت طرحات المفروض انها مثمره للموسم اللي جاي، مع العلم ان ده سنه زراعه وده سنه زراعه. في 6 شهور فرق ما بين حجم الشجرتين دول. 6 شهور. دي اللي سابقه، مش اللي احنا اللي هناك اللي سابقه. اللي هناك اللي سابقه. حتى لو، بس انا شايف ان دي يعني جاروا عليها جدا في التقليم، يعني اعتقد. خير ان شاء الله. اشوفكم دائما في فيديوهات مقبله على خير ان شاء الله. انا المهندس محمود خميس.